المتظاهرين فقط، وإنما هناك كان هناك جهات إعلامية حرضت بالفعل عن طريق الإعلام بإشاعة أخبار كاذبة عن أن المتظاهرين هم مجموعة من البلطجية وأنهم مرتزقة وأنهم طلباتك يا أستاذ والحاضر على المدعين الحاضر طلب إدخال كل منهم صفوة محمد الشريف أحمد عز زكريا عزمي لأنهم في غضون يوم 27/1/2011. أحمد عبد الستار المحامي حاضر على الدعاء بالحق المدني تامر علي غريب وهو المصاب في أحداث الثورة. حاضر محمد فشل زحمه ودعا مدنيا بمبلغ 40,000 محمد باشا عن والدة الشهيد طارق اسامه احمد عبد المنعم نور ودعا مدنيا ب 40,000 واحد واجل الاستناد الرسمي. اخر واحد سيادتك اخر واحد سمعك طلبات مكتوبه اتفضل. حسام محمد علي معالي المستشار حاضر على مكتب فؤاد عبده وبطلب يا معالي المستشار بطلب من الهيئه المحترمه الموقره اصدار تصريح لكل من المدعين بالحق المدني للدخول لهذه القاعه في الجلسه المعقده التاليه. يا معالي المستشار احنا 30 واحد حاضر في 130 واحد بره اليوم. سيب الميكروفون سيادتك. انتهى الامر بالنسبه للحق المدني.